أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه. في هذه الحلقة بالذات يرجى الانتباه، لأن راح أتكلم قدر الإمكان، إن شاء الله يسعفني الوقت، أني أوضح كيف تتم عملية علاج الإدمان، أشبه بالبرنامج العلاجي راح أتكلم فيه الحين في هذه الحلقة. قاعدة: الأعراض الانسحابية ما تهمنا وايد. الأعراض الانسحابية أول 3 أيام إلى أسبوع إلى أسبوعين حسب نوع المادة اللي تعاطاها. الأعراض الانسحابية أقصد هي زوال المادة من الجسم وشعور المدمن في الألم والمعاناة النفسية أو الجسدية حسب نوع المادة اللي قاعد يأخذها. فمجرد ما تطلع هذه المادة تأخذ لها أيام بسيطة ما تتعدى 14 يوم، وكل يوم يتحسن أكثر من اللي قبله. فهذه مو مهمة عندنا، المهم والأساس هو ما بعد عملية الأعراض الانسحابية. إذا فهمنا شنو مرض الإدمان وشلون يفكر المدمن، راح نعرف شلون نتعامل مع هذا المدمن. قاعدة أخرى أتكلم فيها، إن طبيعة مرض الإدمان، طبيعة مرض الإدمان لو شفناه مرض راح نفهم المدمن بعطف وحب وتقبل. طبيعة مرض الإدمان أن يمارس المدمن الكذب، هاي طبيعة المرض. طبيعة مرض الإدمان أن يمارس المدمن المراوغة واللف والدوران، هاي طبيعة المرض. طبيعة مرض الإدمان أن ينكر المدمن أعراض ومشاكل تظهر معاه بسبب التعاطي. هو يشوف أنه مشكلتي مو المخدرات، مشكلتي الحكومة، مشكلتي الدولة، مشكلتي أبوي طقني وأنا عمري 5 سنين وهو عمره الحين 50 سنة، مشكلتي أن أمي طلقت من أبوي، مشكلتي أن، يعني يألف لك مشاكل. هذا إنكار، وهو مو كذب، إنكار وتبرير للواقع اللي هو عايش فيه اللي سبب تعاطي المخدرات. فإحنا لو فهمنا هذه الأعراض المرضية اللي قاعد يمارسها المدمن بسبب فترة طويلة من التعاطي من أجل الحصول على المادة، لأنه ليش يمارس مثل هالسلوكيات؟ علشان يحصل الجرأة يبي يتعاطاها، فيضطر يكذب ويلف ويدور يعني الكذب راح ينقذه من الدخول للسجن لمدة 5 سنوات، فهو متدرب على الكذب واللف والدوران والإنكار. ليش؟ حتى بويهة وتعابيره ما يبين لك أنه هو قاعد يكذب، لأنه هو يتفادى دخول السجن المؤبد أو 5 سنوات. مثلا بالكويت عندنا القانون، قانون تعاطي المخدرات، أن المدمن تصل عقوبته إلى 5 أو 7 سنوات. فتخيل أنت إذا كذبت راح تنقذ نفسك من 7 سنوات أو 5 سنوات. فهو يتدرب على الإجابات التي قد تؤدي إلى دخوله السجن، يتدرب على تجنبها والكذب علشان يتفاداها. فهذه طبيعة المدمن، هذا رقم واحد. رقم اثنين والأهم هو الاشتياق للتعاطي. ترى المدمن طول الوقت هو مشتاق للتعاطي، فما يصير لما يدخل المستشفى ويدق عليكم تليفون ويقول لكم طلعوني، الاشتياق ينخش، اشتياق المدمن للتعاطي يتخفى، يظهر على طرق مختلفة، دفاعات نفسية، فيقول لكم المكان سيء، المكان مو نظيف، أنا مو مرتاح، كل ميانين داخل المستشفى كلهم غير، مو مثلي، أنا ما فيني شيء، أنا طبت، طلعوني، خلصت الأعراض الانسحابية، ما فيني شيء الحين، صرت زين، فيطلعونه، يتعاملون معاي تعامل سيء، يطقوني، فيطلعون الأهل. وبعض المستشفيات تقول لا أطلع، يعني يبون يفتكون منهم. هذا خطأ، لأنه هو قاعد يطلب هذه الطلبات وطلبات الخروج وقاعد يحط لها مبررات، أحيانا بوعي أحيانا من غير وعي، من غير إدراك، أحيانا كدفاعات نفسية، يقول لك أنا ما فيني شيء طلعوني، فيطلعونه. أنت قاعد تطلع الحين كأسرته أو كمصحة أو كمستشفى، أنت قاعد تطلع هذا المريض وهو في أوج اشتياقه للتعاطي. تخيل أنت ميت من الجوع وأنا حاطك بغرفة، ميت من الجوع، أنت بطنك يقرصك، صار لك 3-4 أيام مو ماكل أو مو شارب، مو مرتوي، ضميان، تخيل. وبعدين أقول لك اطلع، تبي تطلع اطلع وافتح لك الباب، ما راح تطلع؟ طبيعي راح تطلع، لأنك ميت من الجوع وميت من العطش، طبيعي جدا راح تطلع. ترى نفس المبدأ ينطبق على الاشتياق للتعاطي. لذلك من طرق التعامل مع المدمن في البدايات، الأيام الأولى للعلاج بعد زوال الأعراض الانسحابية أو خلال الأعراض الانسحابية، إن لما يطلب الخروج على الأهل رفض هذا الطلب، وعلى المصح تأجيل الطلب هذا. يعني أنت ما يحق لك قانونا أنك أنت تحبس المريض، ولكن تقول له ما يخالف أنا راح أطلعك، بس إيش رأيك تعطي نفسك فرصة وتأجل خروجك من المصح يوم يومين
نروح ونرجع لك، نقعد معاك نسوي لك جلسة فردية نتناقش في الموضوع، ليش تبي تطلع، ايش عندك، شنو المهم في حياتك، شنو راح يفرق خروجك ولا دخولك في يعني خروجك من المستشفى ولا جلوسك في المستشفى. انت هني قاعد تشتري وقت، لان الرغبة في التعاطي والاشتياق للتعاطي هي عبارة عن موجة ترتفع وتوصل الى قمتها ثم تنزل مرة ثانية وتزول. يرجى الانتباه. بعد الفاصل راح نتكلم على المراحل الانتقالية في علاج الإدمان، خلكم معنا. قاعدة رقم 3 أو 4 ولا ما أدري كم قاعدة تكلمنا عنها في الإدمان، إن بما أن فهم إذا فهمنا إحنا فهمنا الحين المدمن إنه هو يلف ويدور، طبيعة المرض إنه هو يلف ويدور، يراوغ، عنده إنكار، عنده استغلال، المدمن سريع الاستغلال. أكثر إنسان يسيء استخدام الأشياء والأشخاص هو المدمن. الأشياء المقصود فيها سواء مخدرات أو مواد أدوية، يعني تعطيه دواء تقول له حبة باليوم ياخذ 5 حبات في اليوم أو 10 حبات عادي، مدمن دائما كذي، ويطالع الساعة المفروض الحين اشتغلت الحبة، يعني يلهم حبة الحين يطالعها، بعد ما يلهم يقرضها أو يذوبها، يعني هو يبيها لأن تشتغل أسرع، ويقعد يطالع الساعة اشتغلت الحبة ولا ما اشتغلت. فهو عنده استعداد عالي لإساءة استخدام الأدوية وإساءة استخدام الأموال وإساءة استخدام الآخرين الأشخاص. فإذا هو احتاج شيء ممكن يوصل أن يستغلك أنت. أوضحها ببساطة كذي بالعامي، مدمن يبي أبوه يرضى عليه ويعطيه فلوس لأن أبوه حارمه من الفلوس. عادي يروح الديوان مال العائلة أو يروح عند يده ويتبجبش عند يده تمثيلا ويألف قصص تمثيلا علشان يخلي يده يضغط على أبوه، يخلي أبوه يرضى عليه ويعطيه فلوس. هدف الفلوس مو هدف رضا أبوه أو رضا أمه. فنفس الطريقة ممكن يستخدمها حتى معاك داخل المصح. لذلك القاعدة رقم 3 أو 4 إن لا نسمع للمدمن غير حديث التعافي، ولا نسمع يعني من الاحتراف في العلاجات، في العلاج النفسي في المصحات أو في مراكز التأهيل. تعامل شنو يعني التعامل الاحترافي مع المدمن؟ لما ييني مدمن أو مع المريض بشكل عام، لما ييني مريض ويقول لي صدق أستاذ أحمد الدكتور الفلاني قال عنك كذا كذا كذا، أقول له مو شغلك ولا تنقل لي هذا الكلام، لأن أنا راح أضطر أن أخذ معاك إجراء قانوني. تكلمني عن تعافيك، ما تكلمني عن فلان شنو قال عني، لأنه هني قاعد يحاول يشتريني ويحطني في صفة ضد الفريق العلاجي. هذا فخ محترف المدمن فيه. المدمن يبي بيئة، بس يبي بيئة خصبة بس علشان يمارس هذه العيوب الشخصية المرضية اللي بشخصيته وبمرضه. فأنت لما ترد عليه هذا الرد، أنت هني قاعد تعالج عنده عرض من أعراض مرضه الخطير. ترى مرض الإدمان خطير. لما ييلك ويقول لك يبكي وينزل دموع، ترى يقدر يبكي وينزل دموع ويتظاهر بالمسكنة، يقدر جدا يقدر. إذا فهمنا طبيعة الإدمان وطبيعة المدمن راح نعرف إن هذا قاعد. يعني مرة من المرات أنا داخل المصح وكان في واحد منتكس، فمدخلين المصح، أنا أحبه يعني بيني وبينه علاقة طويلة خلال تعافية 3 شهور تقريبا أو 4 شهور، زل وانتكس ودخلنا الجناح. عقب 2 أو 3 كان أروح له أزوره، قلت له ها، كان يقوم يلمني ويقعد يبكي، كان طالع قلت له أنت متعاطي؟ كان يقول لا أبو يوسف إيش قاعد تقول؟ قلت له إيش فيك تبكي؟ يعني أنا حاس بالذنب، يقول لي يمثل عشان يكسر خاطري علشان أنا أتعاطف معاه. قلت له أنا أحبك، بكيت أو ما بكيت أنا متعاطف معاك وأحبك، بس لا تستخدم هذا الأسلوب التمثيلي، لا تستخدم هذه الدراما عشان تكسر خاطري. في ناس يقعون بهذا الفخ الدرامي العاطفي الوجداني، يقع. كذلك في مدمن آخر يعني يجيلك أنت كأب أو كمسؤول أو كدكتور أو منو ما كنت، يجيلك ويعطيك على جوك. يعني شنو يعطيك على جوك؟ والله أنا استفدت منك وايد، والله أنت علمتني أشياء وايد، والله أنا أحبك ما أحب الدكتور الفلاني، والله أنا أحبك ما أحب المعالج الفلاني، علشان يطبلك ويرفع لك علشان تكون في صفة، لأنه في النهاية يبي شيء منك. هذه من أهم الأشياء من أجل معرفة التعامل
مع المدمن المريض، لأن هذه أعراض مرضية، وعلاج الإدمان قائم على علاج هذه الأعراض، بالذات هذه الأعراض، علشان يكون عندي علاج احترافي حقيقي، مو علاج عبارة عن قيل وقال وهذا قال وهذا قال، وقاعد المدمن يقعد يلبس طواقي حق اللي قاعدين، واللي قاعدين يعتقدون انهم هم فاهمينه وعارفينه وصايدين الذيب من ذيله، واخر شيء هو اللي ملبسهم العمه وماشي مشي كلامه عليهم. يرجى الانتباه، من اهم الاشياء اللي تكلمنا عنها اليوم في علاج الادمان يجب الانتباه عليها، ويعطيكم العافيه.